أبدأها معاكم بالتغريدة الأولى من حساب معالي المستشار تركي آل الشيخ. إلهام لا تجين بكرة نولعها بميدل بيست والافتتاح 3 العصر. بندنها أكثر والوعد مدلس. طبعا كان هذا تعليق ظريف من معالي المستشار للفنانة إلهام علي، وكان رد إلهام على هذه التغريدة: نحترمك ونحبك يا أبو ناصر، بس السموحة جايين يعني جايين. كفو يا إلهام، وكمان احنا نقول لكم ونقول للكل بأن الوعد إن شاء الله اليوم في افتتاح الميدل بيست، ونشوفكم كلكم هناك ولا تنسون تبندنونها. طيب نروح للتغريدة الثانية من حساب